مالك؟ خلاص؟ ايه ده؟ الله، أول مرة أشوف واحد مغمى عليه بيضحك. ايه ده؟ انت اغمى عليك وانت حاطط رجل على رجل؟ حاجة غريبة جدا دي. يلا اكشف عليك. طمنينا، ايه اللي حصل؟ كويس، بس هو اتخبط في حتة انا مش شايفاها، بس عشان هي صغنونة. ايه ده، اتخبط في حتة صغنونة؟ اتخبط فين؟ ممكن يكون في كتفه. في كتفه؟ وهي دي اللي عملت الاغماء؟ او ممكن يكون مش عارفة اتخبط فين بالظبط. شوف بقه، افتح بقه. كويس بيضحك هو. بعديها الحقنة. بيشاورلك انت هتديله الحقنة فين؟ خليكي شاطرة، اوعي تغلطي. لا لا لا، انت كنت بتشتغل دكتور قبل كده؟ امبارح. امبارح شفتي؟ هو كان بيشتغل دكتور يا دكتورة؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، طلعت ولا ايه؟ يلا املي الحقنه بقى. انا مليتها. مليتيها وهتديله الحقنه؟ اه. انا ايه ده، انت بتختاري المكان اللي هو عايزه؟ لا هشوف حرارتك. ها الحراره كام؟ 170. 170؟ لا دي بقى محتاجة حقنة غير دواء غير دواء. هنشوف بقى. ده دواء تاني. مش دواء؟ قريت اسمه. قريتيه كمان، بس اللي في ايدك الترمومتر مش الدواء. لا كأنها دواء يعني علب. اه كأنها دواء. بصي يا ابني انت مريض. ايوه انت مريض، المفروض انك تفضل نايم. اه دواء تاني في ايه؟ الحرارة. انت هتدي له حقنة في بقه؟ ده تطعيم. ايوه تطعيم. هتدي، اكتشفت انك انت ما خدتش التطعيم كامل. ايه 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 كده بس خلاص، وهتسيبيه بقى؟ لا انا هقعد معاه شوية كده عبال ما يخف. شفت بقى، هي تقعد معاك مش زي ما انت عملت وسبتها. ماشي يلا باي، لما تخف ابقى قول لنا بقى. باي باي.